السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على عبد الصمد الزرزوري المغربي ابن بني ملال الذي قاد المنتخب أسود الأطلس إلى منصة التتويج، رغم أن كل اللاعبين كانوا يعني بصح كان هو النجم. كان انا واحد من الناس نبغي بلال خنوس، هذاك لعاب يعني بلومي لي عقل بلومي باجيو العرب، هذاك بلال خنوس باجيو والله، لا باجيو والله العظيم، وتشوفوا باجيو كيفاش يصنع اللعب. الهدف الاول التعادل، كيفاش جاب البوله وكيفاش ضربها، كيفاش شحطها بعيده على الديفونسير اللي كان مقابله، شحطها بعيدة على الغارديا، خدم كلي شوف دار لها ميترا، حط ميترا كيما هكا، شاد الغارديا شحال بعيدة عليه، الآخر ملي يعني غادي يضربها بوك يعني كيفاش غادي يضربها، وصلت عنده كلي شوف خالاها قال لها روحي تشوفي، بلا خنوش كلي شوف هدر مع البولا قال لها تشوفي روحي عندها، كلي شوف غسلها قال لها هي روحي تشوف عنده وصلي له هذه الأمانة. راحت عنده بولا دارت عنده. ثم جوار تاع المنتخب المغربي قدم زوج خطاوي، بولا كانت عنده كلي شو رسلها قال وي روحي عندها. قسما بالله العلي العظيم، باقي نقولوا باللي اللي دا حصة الأسد هو بلال عبد الصمد الزرزوري، يعني وين يعتبر عبد الصمد الزرزوري لاعب برشلونة الإسباني، واحد من أفضل لاعبي المنتخب المغربي الأولمبي الذين قادوا للتأهل إلى أولمبياد باريس 2024 وتحقيق اللقب بالبطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة. وتمكن عبد الصمد خلال حضوره في مشوار البطولة الإفريقية من تسجيل 3 أهداف وصنع 3 تمريرات حاسمة من في 4 مباريات. الناس سمحوا لي على بالك قادر ياسين بونو يلعب في الاولمبياد، باش يكون على بالكم، قادر مزراوي يلعب باش يكون على بالكم، قادر نصيري يلعب كراس حربة، قادر وقيلا ربعة وقيلا يربو يدو ربعة، قادر اشرف حكيمي يلعب فالك، اكراد يلعب. انا تبالي بلي غادي نجيبوها اولمبياد، غادي نجيبوها ونأكد لكم، ناكدها لكم انا حاجه غادي ناكدها لكم، وما نهدرش غير هكا، نتبع البطوله نتبع منا. نقول لكم كلمه، المغرب منا ل 2025 يولي عندها ثلاث نجوم ان شاء الله بربي، المغرب يولي عندها ثلاث نجوم، عقلوا عليها بلي شنو نقول، عقلوا على كلامي برك، يدو 2024 ويدو 2025 متالي كاع المغرب يعني سيطرة. غادي المغرب صار لها كيما كانت الكاميرون، مي كان الجيل تاع الاخر تاع كالا، والجيل تاع سونغ تاع كيسمو جيريمي نضاف هذاك ايتو، يعني سيمبا الغارديا تاعهم دو تيتا لا طريق. اما المغاربه غادي كيما هكا يبروفيتو فيها دو تيتر ان شاء الله بربي، دو تيتر. انا كي تجي تقول لي كيما انت جزائري والمنتخب الوطني الجزائري، حنا بدلوا لونترينر، بدلوا لنا الاتحاديه كومبلي وطردوا لنا هذا المدرب اللي راه عندنا، غادي يكونوا في المستوى هذه متالي كاع. وتمكن عبد الصمد خلال حضوره في مشوار البطولة الإفريقية من تسجيل 3 أهداف وصناعة 3 تمريرات حاسمة في 4 مباريات، وكانت له حصة الأسد من إشادة التي نقلها لاعبو المنتخب المغرب عن من الجماهير المغربية عبر مواقع التواصل الاجتماعي. فاللاعب صاحب 21 سنة والذي ولد في مدينة بني ملال المغربية قبل أن تهاجر عائلته يعني وسنه لا يتجاوز 6 سنوات، تمكن من فرض شخصيته القوية وكان بمثابة كلمة السر التي يلجأ إليها المدرب المغربي عصام الشرعي.
يملك عبد الصمد الزرزوري مؤهلات فنية مميزة، وظل خلال حضوره مع الأولمبي المغربي في مباريات الكان يعتمد على السرعة في الأداء وقوة الاختراق من العمق وعبر الأطراف وطول الدقائق. المباراة نهائي أمام منتخب المصري شكل مصدر خطورة على المنتخب الفراعنة بأدائه الذي ظهر في صفوف ناديه ببرشلونة، يعني وين طوروه، يعني في طوروه في صفوف نادي برشلونة والذي كان قد اقتنصها من فرق إسبانية، والذي كان بدوره قد تعاقد معه قادما من فريق إليتي. ويمتلك عبد الصمد شخصية قيادية وله نظرة ثاقبة في الملعب، ورغم أنه يميل كثيرا للعب الفردي والمراوغات إلى أنه يركز على اللعب الجماعي كثيرا، ما يجعله لاعب قادر على التأقلم مع كل الوضعيات الصعبة في المباراة، وهو الذي تمكن من الحفاظ على مستواه منذ أول مباراة في البطولة الإفريقية تحت 23 سنة، ووصول إلى المباراة النهائية ليودع البطل المغرب منافسة القارية على إيقاع تتويج باللقب الإفريقي الذي أهداه للجماهير المغربية بعدما شاركها على تشجيعها له بعد نهاية البطولة القارية. لعاب كبير، لعاب اللي كانوا هذو المصاروة كانوا غادي يحرمونا من لعاب إفريقي كبير، هذاك اللي خرج بالحمراء أخلاها ودعمي لا إله إلا الله، مزية نقولها لكم نعاود نقولوا مزية. عبد الصمد كان ذكي انتيليجون، مي شاف الكرة تاع الجوار جاي عنده ما حطش كراعه، ربد كراعه وخلاه ضرب له كراعه وكل شيء، مي ضربوه راح، هاك ضربوه راح، ما كاش مركز كراعه، كون كان مركز كراعه خدت الضربه اللي ضربها له تحت هنايا، ضربه تحت كان غادي يقرضه، هذيك نقطه الضعف تاع اي لعاب كان غادي يقرضه فماك. صح جوار كان انتيليجون اللي يعرف كرة القدم ويعرف واش راني نهدر، يعرف ضربة عمكس هذيك صعيبة، هذه هي. عبد الصمد يعني لاعب كبير، لاعب يعني قيمة، شاهدنا وين لاعبين المنتخب المغربي وين يسخر، بصح عندهم بصح. أسامة العزوزي تربى في الاحتراف، ما كان لا بكى لا طيح لا ضيع وقت لا والو، نوض طاف لعب رابح يخرج ما يضيع لك لا وقت لا والو، يعني لاعبين هذو تاع مصر بكاو بزاف ولاو يبكو بكاو واللقطات هذيك وين بعض لاعبين المنتخب الاولمبي عن مبادئ الروح الرياضيه تخلاو على الروح الرياضيه ورفضوا تقبل الهزيمه امام المنتخب المغربي الاولمبي بهدفين لواحد، يعني وين ظهرت بعض المشاهد مصوره للاعبين المنتخب المصري بعد تتويج اشبال الاطلس باللقب القاري، عدم تقبلهم الهزيمة من خلال تصرف خارج عن المألوف، سواء عبر قيامهم بحركات مستفزة أو رمي الجماهير ببعض الأشياء، بالإضافة إلى غياب اللباقة خلال تسليم الميداليات في منصة التتويجات. يعني تفرح أنت راكم كاليفي، مالك تاكم كاليفي ولدي خويا، تفرح راكم كاليفي، هذه هي كيما هاك. يعني سبحان الله، هذيك وحدها والله لحقروهم، مش يحقروهم، لا مش يحقروهم، لا مش مصر وحقروا مغاربة رياضيين ولا يصفقوا عليهم، هذيك يقايسوا هذيك يصفق عليك، واحد اللقطة الجوار يقايس في الشعب والشعب يصفق عليه ويضحك، خاطر علاه كي تكون رياضي غاربة خلي مسكين يبكي، صغار خليه يبكي، خليه شغل ندير له، خليه يبكي، تقيس عليه الماء هذيك اللي شغل تقيس عليه كلاصو،
شغل لعاب تقيس عليه كلاصو، هذه هي الله يعطيهم الصحة. والله يا المغاربة الله يعطيكم الصحة، والله فرحتونا ولعبي، أنا فرحوا معاكم، والله أنا فرحوا، أنا واحد من الناس اللي نفرح معاكم ما نكذبش عليكم، والله العظيم يعطيكم الصحة. ما تنساوش عطونا جيم كومنتير وبارطاجيو لنا لي فيديو، وإن شاء الله دائما معاكم بجديد، واللي مشي أبوني أبوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا خالتي صحيح.